أهلا بكم في السلطة الرابعة، ونبدأ معكم بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. مجلة نيوز ويك تقول إن رفح هي الملاذ الأخير في غزة، وإن تقدم إسرائيل باتجاهها سيكون كارثيا. هآرتس العبرية تنقل عن محللين سياسيين سعي نتنياهو لإحباط صفقة تبادل الأسرى. واشنطن بوست ترصد الأبعاد الثلاثية لاستراتيجية بايدن الهادفة إلى إخماد حريق غزة. البداية من مجلة نيوزويك الأمريكية، والتي ترى أن رفح هي الملاذ الأخير في غزة، وأن تقدم إسرائيل باتجاهها سيكون كارثياً. وتذكر المجلة أن أكثر من 1,500,000 شخص يكتظون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. وتوضح نيوزويك بأن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت بشكل متكرر أهدافاً في رفح التي تقع على طول الحدود مع مصر، ويعتبر المعبر هو المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي. وترى المجلة أنه مع تقدم القوات الإسرائيلية داخل مدينة خان يونس على بعد أميال قليلة شمال رفح، تقترب الحرب أكثر من أولئك الذين يحاولون عبثاً الهروب منها. وأشار زاهر صحلول الرئيس والمشارك المؤسس لمنظمة ميد جلوبال للمجلة إلى أن الجميع يخشى انتشار وباء الكوليرا بسبب عدم توفر المياه النظيفة وتسرب مياه الصرف الصحي داخل الآبار والضغط على شبكة الصرف الصحي حتى أصبح الأخير خطيرا جدا. وقال صحلول إن القتال في رفح وما حولها يمكن أن يكون كارثيا. وأوضح جون كهلر أحد مؤسسي المنظمة لنيوزويك أن أولئك الذين لجأوا إلى رفح يشعرون بالرعب مما سيحدث، ولم يتبقى سوى 7 كيلومترات قبل الحدود المصرية. وكالة الأناضول تنشر تقريرا يكشف عن معاناة أطفال غزة النازحين جراء البرد القارس وسط شح في الملابس والفراش والأغطية. وقد فاقمت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة من معاناة مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء. وتشير الوكالة إلى الشاب سيد السوارحة الذي ظل يحاول رفقة بعض الرجال المتواجدين في مركز الإيواء إبقاء النار متقدة أمام الأطفال أطول فترة ممكنة. ويقول السوارحة لمراسلي الأناضول: في ظل المنخفض الجوي وهذه الأجواء الباردة نحاول تدفئة أطفالنا بأي وسيلة ممكنة. وتصف الأناضول الطفلة بيان العويطي التي تبلغ من العمر 11 عاما وهي ترتعش من شدة البرد، وتقول: إن الأجواء هنا باردة جدا ولا توجد أي وسيلة للتدفئة باستثناء إشعال النار بالحطب والأوراق. وتقول العويطي: نحن لا نمتلك إلا الملابس التي نرتديها فقط، لأننا خرجنا من منازلنا دون أن نتمكن من حمل أي شيء. حيث تمكث الطفلة في خيمة مصنوعة من النايلون داخل مركز الإيواء وتقول: ملابسنا خفيفة والبرد شديد. عربي بوست تسلط الضوء على شركات إسرائيلية لبيع الأسلحة والتكنولوجيا، وتختبر أسلحتها داخل قطاع غزة، وتعتبره حقلا لتجارب منتجاتها التي يصنفها البعض ضمن الأسلحة الفتاكة. وبحسب الموقع تهدف هذه الشركات من ذلك إلى تسويق أسلحتها فيما بعد لجهات خارجية بدعم من جيش الاحتلال الذي أبرم صفقات مع شركات عدة. وتشير عربي بوست لتتبعها نشاط عدد من شركات الأسلحة الإسرائيلية وتقول:
وجدنا أنها تنشر إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي لمنتجاتها من خلال نشر صور لجنود الاحتلال وهم يستخدمون هذه الأسلحة داخل غزة. ويؤكد الموقع أن شركات الأسلحة الإسرائيلية تحظى بدعم وزارة الدفاع لكونها تحقق جزءاً من أهداف إسرائيل في رفع حجم صادراتها من الأسلحة، حيث سجلت إسرائيل في العام 2022 رقماً قياسياً في صادرات الأسلحة، فقد بلغت 12 مليار دولار فاصل 5. ويفيد الموقع أنه منذ بدء الحرب وثق الصحفيون في غزة آلاف الضربات التي نفذها جيش الاحتلال باستخدام القذائف الفتاكة، وبعضها تم استخدامه لأول مرة في الحرب مثل سلاح اللدغة الحديدية، وهو عبارة عن قذيفة هاون تعمل بتقنية الليزر ونظام تحديد المواقع GPS وقادرة على اختراق الخرسانة المسلحة المزدوجة. ولفتت عربي بوست إلى أن شركات الأسلحة الإسرائيلية وجدت في الحرب فرصة لإدخال منتجاتها واختبارها عملياتياً، ما سيوفر لها نموذجاً حياً لاستخدام أسلحتها والترويج لها. نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن محللين إسرائيليين قولهم إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيسعى من أجل إحباط صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وبحسب الصحيفة يرى المحللون أن نتنياهو يخشى رد فعل شركائه في اليمين المتطرف وإنهاء حكمه إذا وافق على الصفقة، وأن أصدقاء إسرائيل الأمريكيين ملزمون بأن يقرروا بدلاً عنها ومن أجلها. ووفقاً للمحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هاري إيل، فإنه يبدو أن صفقة تحرير المخطوفين القادمة ما زالت غير منتهية، وبالرغم من التوقعات المتفائلة لمصادر أمريكية ومصرية وقطرية، لكن لا يوجد الآن أي يقين أن الاتصالات ستنتهي بتفاهمات أو حتى بجدول زمني واضح لتنفيذها. كما رأت المحللة السياسية طال شاليف أن نتنياهو الذي بنى حياته السياسية على محاربة الإرهاب يعلم أنه في التاريخ لا يوجد انتصار مطلق على منظمات مثل حماس، لكن التعهد بالانتصار المطلق يضمن ألا تنتهي الحرب قريباً، ويؤخر سيناريوهات اليوم التالي، إضافة إلى أنه يمنح أملاً لشركائه المتطرفين في اليمين الذين يحلمون بإعادة احتلال وإقامة مستوطنات في قطاع غزة. واشنطن بوست تنشر مقالاً بعنوان الولايات المتحدة تتجه نحو لحظة الحقيقة في الشرق الأوسط، ويرصد المقال الأبعاد الثلاثية لاستراتيجية بايدن الهادفة إلى إخماد حريق غزة قبل أن يتسع ويتحول إلى صراع أوسع. ويرى المقال أن محاولة إخماد حرب إسرائيل على غزة قد أصبحت ورقة انتخابية رئيسية للرئيس جو بايدن، ويصف الكاتب ديفيد إغناتيوس خطة بايدن بأنها أشبه بمحاولة يائسة لإطفاء حريق مشتعل يهدد منطقة الشرق الأوسط، ويقول تخيل الشرق الأوسط على أنه طاولة بلياردو تحيط بها نيران مشتعلة، ووسط هذا الجحيم توشك الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بمحاولة معقدة لإطلاق ضربة ثلاثية للكرات، وهذه الكرات الثلاث هي المملكة العربية السعودية وإسرائيل وحماس. ويرى الكاتب أن هذه الضربات عالية الخطورة قد تكون أفضل وسيلة لإخماد جحيم الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى زيارة وزير خارجية بايدن أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط والتي تبدأ من السعودية. ويرى إغناتيوس بأن بلينكين يأمل في تجديد التعهد الذي تلقاه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وحول إمكانية حدوث مصافحة بين نتنياهو وولي العهد السعودي
يرى الكاتب أن تحول نتنياهو إلى صانع سلام مع السعوديين قد يكون هو السبيل الوحيد لتجنب العار الدائم الذي سببه هجوم 7 أكتوبر. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكاريكاتور، دمتم بخير.